موقع اليوم السابع نشر فيديو مصور لمنفذي فيلم العساكر اللي ذاعته قناة الجزيرة القطرية، وبيحتوي على مشاهد بتسيء للقوات المسلحة المصرية وكيفية التعامل مع المجندين. ايه موضوع الصور دي والمقطع الفيديو اللي نشره اليوم السابع؟ محتواه ايه؟ معايا دلوقتي الصحفي باليوم السابع الاستاذ محمد طنطاوي. التفاصيل ايه يا استاذ محمد؟ مساء الخير. مساء النور يا استاذ معتز، اهلا بيك. تفضل. اهلا بيك يا فندم. الحقيقه الفيديو ده عباره عن مجموعه من الصور واللقطات وفقا لمعلوماتنا يعني مسربه من داخل قناه الجزيره يعني من بعض الفنيين في هناك في القناه. الصور دي لشخصين في مواقف مختلفه، هم محمد محمود ابو العيله ده المعد الرئيسي بتاع الفيلم العساكر، والشخص الثاني هو عماد الدين سيد عباس ده المخرج اللي عمل هذا الفيلم المسيء للقوات المسلحه. اللقطات دي طبعا مشاهد مختلفه ليهم، مشاهد لهم في رابعه، مشاهد ليهم مع شخصيات ورموز للجماعه الارهابيه، يوسف القرضاوي، روبرت فيسك وغيره يعني من الشخصيات. هذا المعد اللي هو محمد محمود ده غادر مصر في 2013 بعد فض اعتصام رابعه، ومنها ذهب الى تركيا، وبعد كده تواصل مع يعني عدد من اصدقائه كانوا موجودين في قناه الجزيره، وراح بالفعل الى الدوحه وتواجد معهم بشكل رئيسي، وهو معد رئيسي في القناه وبيتولى مسؤوليه الموضوعات المتعلقه بالقاهره والاوضاع في مصر، ويعني هو مسؤول عن ملف التشويه مصر في قطر وعبر قناة الجزيرة. وطبعا في تحقيقات داخلية في قناة الجزيرة القطرية الآن حول هذه الصور وكيف تم تسريبها وكيف تم كشف صناع الفيلم المسيء للقوات المسلحة، باعتبار طبعا دي طعنة مهنية كبيرة ان القناة بتستخدم عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، ونحن نعرف مدى العداء بين هذه الجماعة وبين القوات المسلحة وبين الأجهزة الأمنية وبين الدولة المصرية والنظام المصري وبين هذه الجماعة. فطبعا هي محمد عايز أسأل سؤال أنت قلته من شوية، أنا عارف الإجابة بتاعته بس علشان نأكد المسألة. الصور اللي أنتوا عارضينها على الموقع دي مسربة من داخل قناة الجزيرة؟ دي مسربة من داخل قناة الجزيرة، يعني وفق ما عندي من معلومات دي مسربة من داخل قناة الجزيرة، مسربة من الإدارة الفنية يعني المسؤولين عن الإدارة الفنية هناك. وزي ما قلت لحضرتك في تحقيق موسع في قناة الجزيرة حسب ما ورد لي من معلومات أيضا، والتحقيق مع المخرج باعتبار أن الصور يعني أكثر الصور أو أغلب الصور التي تم تسريبها دي تخصه. فطبعا دي يعني ضربة من الداخل في هذه القناة المعادية للشعب المصري ومعادية للنظام المصري، وتوضح التلصص والمؤامرة التي تقودها. طبعا احنا شفنا او تابعنا الفيلم وتابعنا المشاهد اللي بيعرضها وتابعنا النماذج السلبية اللي بيعرضها وتابعنا التلفيق الذي يصور ان ده واقع داخل القوات المسلحة. طبعا هذا كلام بعيد تماما عن المنطق وبعيد تماما عن الصحة. القوات المسلحة قوات نظامية محترفة، التجنيد فيها على اعلى مستوى في العالم. نظام التجنيد المصري نظام معمول به في معظم دول العالم، معمول به دول الخليج نفسها. فهذه القناة استغلت هذه العناصر الإخوانية في محاولة تشويه الجيش المصري، وها هي الحقيقة قد كشفت والمؤامرة فضحت بهذا التسريب الذي تم من داخل القناة القطرية. تمام، شكرا على هذه المعلومات. ده كان الأستاذ محمد طنطاوي الصحفي باليوم السابع.